فبيوصف منه، يعني انا واقف في شباك الصناعه فبوصف منه احتياجات الصناعه، وبالتالي يبقى اكيد اي حد ضدي يبقى متعنت، واللي واقف في شباك البيئه اكيد هو شايف ما هو يحتاجه البيئه، واي والكهرباء كذلك والبترول كذلك. فمش هنقدر يعني مش هنستفيد حاجه لو القينا اتهامات على بعض. اللي حقيقي اللي موجود ان في احتياج، في احتياج، عندي 2 جيجا عايزهم وعايز 4.5 مليار متر مكعب غاز. نجيبهم ازاي؟ هل نجيبهم من ترشيد موجود في محطات الكهرباء النهارده؟ يبقى خير وبركه. هل نجيبهم من خلال التوسع بسرعه في الطاقه الشمسيه؟ طب ما الطاقه الشمسيه مشكلتها حاجه تانية، ان الراجل عشان ينتجها هتبقى ب 10 قروش مثلا، انت النهارده بتدي غاز مدعوم جدا 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 لمحطات الكهرباء، فبيطلع الكيلو وات رخيص، فاي مستثمر هيجي يشتغل في الكلام ده هيلاقي انه مش عارف يبيع كهربته. هل انت هتعيد فكرك في انك الغاز اللي هيبقى الطاقه الشمسيه غاليه؟ هي مش كده غاليه، هي غاليه غاليه لو هي بتنافس منافسه طبيعيه مش تبقى غاليه. هي كده مش بتنافس منافسه طبيعيه، هي انت بتشتري من الـ 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 الكيلو وات اللي طالع من الطاقه الشمسيه بسعر بتقارنه بسعر مدعوم، بسعر مدعوم جدا جدا، فبيطلع هو غالي. لكن كده ولا كده يا فندم، انت كدوله لو انت النهارده هتاخد تحسب السعر العادل الحقيقي وتشجع الشركات انها تعمل الطاقه الشمسيه بتاعتها وتشتريها منها بالسعر العادل برضه، وبعدين المنظومه دي تيجي على بعضها، ارجع ادعمها بقى للمستهلك النهائي، ده يبقى كلام منطقي. لكن انت النهارده بت 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 بتقارن يعني تفاح مع برتقال، فبيطلع المقارنه مش في كلام حضرتك دلوقتي على اعاده النظر في كل منظومه الدعم المباشر دون ان يمس محدود الدخل، لان لا يوجد جدال، وكل المسؤولين قالوا نفس الكلمه ان الدعم لا يصل الى مستحقيه. ده مستحيل ننفذ طب ننفذ او عشان نخليه حتى يقرب شويه من المستحقين. والله يا فندم حلك حاجه، يعني احنا بس لو ختمت الحته الاولانيه اللي هي مزيج الطاقه فيه حاجات كتيره جدا تتقال، محتاجه شجاعه، محتاجه مواجهه حقيقيه، محتاجه خبراء الطاقه يفيدونا انا اعمل ايه كتنميه صناعيه، اوكي، عشان اقدر اطلع من المأزق اللي انا فيه، او مش هقول مأزق، عشان اقدر احقق طموحات. انا عايز اخلق فرص عمل، عايز اصدر، عايز اقلل فاتوره الواردات، عايز اشتغل، والمصنعين عايزين يشتغلوا، اوكي، وبنحاول نحل لهم مشاكل كتير، ناقص مشكله الطاقه، تعال حلها معايا، اديني في مشاكل تانية يا فندم غير الطاقه، ومشاكل جوهريه يعني حضرتك انا عارف ان حضرتك يعني ماسك ملفات معينه تخص الصناعه، بس من الملفات المهمه جدا التهريب، حمايه المنتج الوطني. قلنا في اول الحلقه ازاي انا النهارده كمستثمر هخش وابني مصنع وافاجئ الملابس مثلا والمنسوجات فيها مشاكل كتير جدا، والاقي والالكترونيات وغيرها، والاقي منتجاتي في الاخر بتنافس منافسه غير شريفه من الصين، جاز غزت الاسواق، او حتى لو مش من الصين بس مش مدفوع عليها جمارك. انا راجل بدافع تامينات، بدفع ضرائب، بدفع، والاقي حاجات في الاخر تتباع الرصيف ونفس الحاجتي. فده دي برضو من الملفات المهمه، العماله، قانون العمل.
علاقه المستثمر بالعامل. انت عندك مشكله برضو هنا في المصانع ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، واعتقد حضرتك مهتم بالاثنين. مشكله القطاع العام انه حضرتك محمل بايه؟ باعباء كثيره جدا. يعني شركه زي المحله الكبرى الناس بتقول ليه ما بتكسبش، ممكن تطلع منتج جيد جدا، ولكن في النهاية عنده 24,000 عامل هيحمل طبعا أرباحهم بحوافزهم بالأوفر تايم مش عارف بإيه، هتلاقي في الآخر الفوطة المنتجة إذا كان سعرها الأساسي 10 جنيه هتتباع ب20 عشان يغطي الحاجات دي. هاجي أنافس أنا وأنا صاحب مصنع قطاع خاص ما عنديش الأعباء دي كلها. حاجة بتقول أنت مسؤول عن الاثنين، للأسف الشديد أنا مش مسؤول عن القطاع العام، وضمن الاخطاء برضه ده اللي عايز اقوله. القطاع العام النهارده هو تبع وزاره الاستثمار، مش تبع يعني انا ماليش يعني ما بقدملوش خدمات. لو شركه عايزه تاخد سجل صناعي وبتاع ماشي اوكي، لكن مش سجل صناعي بس، كان عايز منطقه مثلا تشتغل تعمل فيها مصنع زياده. لو جه مثلا مجمع الالومنيوم عايز يعمل توسع هيلجا لحضرتك برضه. ماشي، بس انا بتكلم كسياسه، ان يهمني الاستراتيجي، الرؤيه تبقى فين، رؤيه القطاع ده هوظفه ازاي لخدمه، انه يكون داعم وعمود فقري للقطاع. بس هو حاليا يا فندم الوزير بتاع حضرتك بيشرف على الاثنين. تمام يا فندم. لا انا بتكلم على الشباك الصغير اللي انا واقف فيه. الاستاذ مدير النور لحين انشاء مفوضيه قطاع العام. انا باصص من الشباك الضيق الصغير بتاعي كهيئه تنميه صناعيه، فانا مسؤولياتي فيه محدوده. تمام. اللي انا كنت اقصده يا فندم في ملف الطاقة، وقلنا الطاقة الشمسية، هل مثلا الطاقة الشمسية هل انت هتعيد منظومتك في التفكير بحيث انك تدي السعر العادل وتشجع الاستثمار في الطاقة الشمسية لان هو ده الحل المستدام؟ هل انت النهاردة هتوافق او مش هتوافق على الفحم لمصانع الدولة يا فندم لو استثمرت في الطاقة الشمسية؟ مش هيبقى اوفر لها شوية من المهدر؟ بس احسب صح. يعني انا شفت قدام وزارة الكهرباء بدأت اعمدة النور بدأت تستخدم بالطاقة الشمسية، وتقال ان كل الوزارات هتبتدي توفر الطاقه بتاعتها بسخانات شمسيه مجدي بيه وحاجات زي كده. حضرتك حتى بص على الخريطه لما تروح هتلاقي مصر ربنا خلقها مربعه كده، خد جر خط من مرسى مطروح لشلاتين تحت هتلاقي ربنا خلقها لك، هي مصر شكلها كده، ان كل اللي على اليمين ده انتاج وكل اللي على الشمال ده مصدر طاقه. اعلى اماكن سطوع وزوايا سطوع وعدد ساعات سطوع موجوده عندك في المنطقه دي. غرب الوتر ده تقدر تكون ده مخزن طاقة غير عادي تقدر تستخدمه، ده موجود في العالم كله بالشكل ده، وعلى يمين الوتر ده الانتاج، وانت كموقعك كله موقع لوجستي خرافي. بقول لحضرتك لو الدولة استثمرت، انت حضرتك كنت قلقان ان المستثمر ما يلاقيش جدوى، لو الدولة استثمرت هتوفر. احنا حضرتك دعم الطاقة بتجاوز ال 100 مليار. انا هقول لحضرتك يا فندم، او 160 مليار. هي الدولة ليه تدفع فلوس اذا كانت هي ممكن تاخد فلوس؟ يعني ليه انا ادخل استثمر انا كدولة إذا كان أصلاً في ناس جاية عايزة تدفع فلوس عشان تستثمر وتبيع لك في الآخر الطاقة؟ كل الفكرة في الآخر أنك عيد التفكير في منظومة توزيع الطاقة، حسابك لسعر التكلفة علشان تبص إذا كانت الطاقة الشمسية دي في الآخر مناسبة ولا مش مناسبة. وفي الآخر أنا مش خبير الطاقة، أنا راجل بحاول أن أنا أوفر الطاقة التي تحتاجها الصناعة للتنمية الصناعية، لكن هذا يسأل فيه خبراء الطاقة مع خبراء البيئة مع خبراء البترول. أنا عندي طلب، حقق لي الطلب، انا راجل داخل اعمل عمليه، مش هسال الدكتور بقى في هو فاهم ايه في البيولوجي وفي الاناتومي وفي الحاجات دي، انا عايز اقول له في الاخر انت هتشيل اللوز بس، هتعملها لي ازاي دي مشكلتك انت، بس لازم انت عارف ان في مرض او في عرض لمشكله، وهو ان انا مش عارف اعمل تنميه حقيقيه، لان انا عندي شورتج في الطاقه. حل لي المشكله انك تستعيد الغاز اللي في محطات الكهرباء بفحم في محطات تتعمل وده مطروح في داخل المواني، وبالتالي تقلل سلسله. شايف حضرتك شخصيا فكره جيده؟ لازم تبقى بص حضرتك يا فندم، مفيش حل واحد هيحل لك المشكله، هي مجموعه حلول بس ده حل اقوى. كل دي مجموعه حلول، اذا كانت طاقه شمسيه، اذا كان الار دي اف واللي هي موضوع المخلفات، اذا كان هتعمل محطات كهرباء بالفحم، اذا كان هتعمل تحسين كفاءه محطات الكهرباء اللي موجوده النهارده، محطات كهرباء بالفحم وتبقى في المواني يعني على السواحل عشان ما تخشش جوه المدينه، اذا كنت هتقدر انك تحط منظومه جيده لاستخدام الفحم في الاسمنت وخد القرار، هي باكج من الحلول، مفيش حل واحد فريد سحري هيطلعك من. هرجع تاني لموضوع الفحم ولكن بعد هذا الفاصل. اتفضل يا فندم.